رغم يعني المأساة اللي وقعت للمغاربة اللي تم الترتب ديالهم في الجزائر سنة السبعينات من القرن العشرين، ولكن الملاحظة أن الإثارات اللي ستتأرخ لهذه الحقبة هذه قليلة وقليلة جدا، علاش في رأيك؟ طبعا لا يمكن أن ننكر أن هناك عدة أعمال أدبية وإن كانت قليلة تناول فيها بعض المطرودين أو أبناؤهم أو أحفادهم هذه المأساة. وهناك كذلك بعض الدراسات الحقوقية والقانونية التي تناولت هذه، لكن العدد عدد ما نشر وما كتب أدبيا وحقوقيا يظل قليل جدا أمام هول هذه المأساة. هناك كذلك بعض برامج تلفزيونية اهتمت بالموضوع، لكن حجم وهول المأساة والعدد الكبير من الأسر المغربية التي عانت منها والتي ما زالت تعاني منها إلى حد الآن يستلزم حملة تصرف في جميع المحافل وطنيا وجهويا ودوليا. هدرت إعلاميا يعني باستثناءات قليلة واللي هي قليلة جدا لا يتم التطرق لهذا الحدث خلال كل سنة، علاش الإعلام المغربي ما انخرش في أن يدير حملات ضد الجزائر حول هذا المشكل الإنساني؟ الحقيقة لا يتم الانتباه إعلاميا لهذا النفي، إنه نفي حقيقي لهذا النفي الاضطراري إلا في دجنبير من كل سنة، كأننا نحتفل بذكرى عابرة لا أهمية لها. ربما أن على جمعيات هؤلاء الضحايا وذويهم أن يقوموا بمجهود ترافعي ليس فقط على المستوى الإعلامي ولكن كذلك على مستوى الهيئات المنتخبة المغربية، وفكروا في البرلمان وفكروا في مجلس مستشارين لتخلق إحدى هذه الغرف لجنة تحقيق تعيد أولا كتابة المأساة كما حدثت وتترافع حول الجبر الضرر المادي والمعنوي الذي يعاني منه هؤلاء المغاربة، علما مثلا أن جميع ممتلكاتهم صادرتها الدولة الجزائرية إلى حدود الآن. أكثر من هذا أنه إذا كان الزواج مختلطا الرجل مثلا مغربي والزوجة جزائرية يطرد الزوج لأنه مغربي و يرسل معه الأطفال بينما الزوجة تبقى في الجزائر لأنها جزائرية والعكس صحيح. أستاذ لفتي كتاب حول يعني المعاناة تاع المغاربة اللي تم طرد ديالهم سنوات السبعينات من القرن العشرين، هذه المعاناة اللي بقى خالدة في ذكر المجموعة من المغاربة، يعني كيفاش لخصتي هذه المعاناة في الكتاب ديالك رحلة ذهاب بدون إياب؟ هذا الكتاب هو ترجمة الكتاب الذي كتبته بالفرنسية واللي هو لا مارش نواغ، المسيرة الكحلة والمسيرة السوداء. غيرت العنوان لأن زدت فيه دو شابيتر وزدت فيه ناناليز سوسيولوجيك وكذلك إن بيبليوغرافي اللي تتشمل كامل الكتب والأفلام وكل الأشياء اللي تعدت على هذه القضية ديال المطرودين من الجزائر في عام شتاء 75. أشني حوجة ركزت عليها في الكتاب ديالك؟ أنا حاولت في هذا الكتاب تنحكي قصة عيسى اللي تلخص المحنة اللي دازت على 45,000 عائلة اللي لوغ غون مال في السبعينات في عهد هو ريبومدين في الجزائر، وأنهم
كانوا من أصل مغربي. وهذا عيسى كأغلبية المغاربة اللي كانوا في الجزائر مزداد بالجزائر، يعني بلاده أدوبتيف هو الجزائر، عاش في الجزائر وتخلق في أيام الثورة، ثورة التحرير الجزائرية اللي المغاربة بصفة عامة كانوا يعتقدوا بأنهم قضية ديالهم، يعني شاركوا في جبهة التحرير، عطوا من دمهم، عطوا من أموال ديالهم، عطوا من كل الخيرات اللي كانوا عندهم في الجزائر. وكانوا الجزائريين ذاك الوقت تيلغاو لنا الإخوة الأخوات للأبد، لي فرير إترنيل. وكان الجزائري بصفة عامة تيحترم بزاف المغربي، لأن شاف تقدم المغربي اللي ما كانتش مواقف ديال جاليات أخرى في الجزائر. وكذلك في قصة عيسى، هي قصة في مدينة وهران. مدينة وهران وقع الغرب الجزائري كان فيه مغاربة كثيرين، كان يقدر العدد ديالهم تقريبا 700,000 مغربي كانوا تعيشوا في الجزائر، لأن في وقت الحماية ما كانتش إن فرونتيير ما بين المغرب والجزائر، كانوا المغاربة تتنقلوا من المغرب للجزائر بصفة assez facile لأن il y avait pas de frontières. Voilà. سي سعيد، علاش تم تغيير العنوان من يعني المسيرة الكحلة إلى رحلة الذهاب بدون إياب؟ في الترجمة الأولى أنا اقترحت عنوان المسيرة الكحلة. المسيرة الكحلة هذه عبارة معروفة عن الرئيس الجزائري الذي اتخذ قرار ترحيل المغاربة، لكن الناشر ربما بسبب خط تحرير دار النشر اعتبر أن العنوان عنيف، فطلب مني تغييره. اقترحت ثلاث عناوين بديلة، وتم اتفاق بين الناشر والكاتب وبيني على أن يكون العنوان هو رحلة ذهب بدون إياب، وهو عنوان أحد فصول الكتاب مع عنوان فرعي جدا. العنوان الفرعي هو الطرد التعسفي لمغاربة الجزائر في سنة 1975، وهذا العنوان الفرعي يضع الكتاب في سياقه التاريخي والسياسي والجيوسياسي.